انا هحاول اعلي صوتي عشان مشكلة صوته كده لحد ما اجيب مايكروفون، بس قريب يعني مش بعيد وكده. الحاجتين هنزل اروح اشوف ياسر وبعدين اعدي على اصحابي. اقرا هنا كتاب بتاع نص ساعة ولا ساعتين، تبقى من نص ساعة لو الكتاب مش عاجبني، ساعتين لو الكتاب عاجبني، على الكنبة دي. بعد ما خلصنا بقى في التايم لابس اللي انا شفتوها، رحنا عند بيت عبد النبي. عبد النبي، عبد النبي انت فين؟ انت فين بس؟ انت فين؟ اهو عبد النبي. يا عبد النبي، عبد النبي ده، عبد النبي احنا في البيت بتاعه مش بتتفرج على فيلم. اسم ريدي بلاير ون اللي هم قالوا، مش عارف ريدي بلاير ون. ريدي بلاير ون اسمه ريدي بلاير ون فيلم. هعمل بقية ده التايم لابس اللي انا شفته من شوية.